عندي برضو تطبيق من التطبيقات الظريفة على موضوع الشيب بيلدر تول، ان انا لما اجيب اداة اللاين تول دي كده واسحب الخط ده اهو كده وانا دايس الشيفت عشان اعمل خط افقي او رأسي او بزاوية 45، واختار الستروك بتاعي يبقى لونه اسود، وابتدي اكبر الستروك ده مثلا لغاية ما يبقى نديله قيمة 30، وبعدين لا 30 ده كتير خليه 20 بس، وبعدين اخد نسخة من الخط ده كده، كليك والت وشيفت مع بعض اهو، انا اخترت ده كده، الت وشيفت يعمل ايه؟ ياخد نسخة ويحرك على حذاء افقي واحد اللي هو ده كده، وبعدين اعمل اختار الاتنين دول كده واجي من عند الركن ده كده اعمل عليهم سيلكت وانا دايس الشيفت واعمل روتيت. بس انا عشان كنت اعمل روتيت كنا بنعمل ايه؟ انا كده عملت روتيت لده؟ لا، وانا عامل عليهم سيلكت كده دبل كليك على أداة الروتيت تول وأقول له لو سمحت أنا عايز أعمل لهم روتيت بزاوية 90 وأخد منهم كوبي، فبقت الدنيا ماشية معايا كده. خلاص أبتدي بقى أعمل كمان دايرة كده، بس الأول أعمل دول جروب ثانية واحدة كده وأقول له كنترول جي، وبعدين أجيب أداة الإليبس تول وأبتدي أعمل كده كليك وشيفت وأنا دايس أهو كده، أبتدي أصغرها شوية، سوري اكبرها شويه اهو، وعايز اعمل لدول الاين، يعني انا هنا مثلا انا هتعمد ان هي اترسمت كده، عشان اعمل لها محاذاه كنت بختارهم كلهم وبعدين اعمل محاذاه من هنا لهنا، بس مهم عندي قوي ان دول يبقوا جروب عشان يتعمل لهم المحاذاه مع الدايره على انهم شكل واحد، واعمل عليهم كلهم كده سيلكت، وزي ما عملت قبل كده اروح في قائمه اوبجكت باث واختار حاجه اسمها اوتلاين ستروك عشان احول الاوتلاين ستروك ده، هحول الستروك بتاعي لفيل. عندي ده كده اداه الشيب بيلدر تول في ايدي، الت وكليك بشيل الزيادات دي كده اهو، ومن هنا برضو بشيل الزيادات دي كده اهو. طبعا انا ممكن اضيف كمان دايره للشكل ده كده لما بختار اداه الاليبس تول وابتدي اشتغل كده شيفت اهو اهو شيفت، واختار الاثنين مع بعض كده اعمل لهم الاينمنت من هنا ومن هنا محاذاه راسيه، وابتدي نفس القيمه اديله ستروك 20 بدون فيل اللي هو ده كده، وابتدي اوبجكت باث اوتلاين ستروك. دلوقتي انا بقى معايا شكل اهو، الاشكال دي برضو زي ما عملت المره اللي فاتت ان انا ممكن اشيل من هنا مثلا كده اهو، الت وكليك الت وكليك مثلا اهو، فبقى عندي الشكل ده كده. انا طبعا زي ما كانت اداه الشيب بيلدر تول اداه دمج اشكال او انها بتشيل الاشكال، ممكن كمان انها تبقى اداه تلوين. ازاي؟ لما ابتدي اقلب كده مثلا وابتدي اقول له انا محتاج ان المناطق اللي فوق دي كده مثلا تبقى بالوان مختلفة اهو كده، والمنطقة دي ابتدي بالسهم اليمين كده ابتدي اختار لون تاني ان انا المناطق دي كده تبقى بالوان مختلفة، وبرضو بالسهم يمين اجيب لون زي ده كده وتبقى المناطق دي مختلفة اهو، وابتدي بالسهم اليمين كده ابتدي اختار لون زي الاخضر كده ايوه اهو، خلاص. والله انا حابب اعمل تداخل، دي حاجة بتاعتي يعني، انا مثلا اعمل تداخل يعني ده مرة يبقى فوق وده مرة يبقى تحت. ازاي؟ انا ابتدي من السواتشز بتاعتي ابتدي اختار اللون الاصفر مثلا وهبتدي اسحب كده، ابقى عارف ان انا ده كده هيبقى فوق ده كده تحت، اروح في السواتشز بتاعتي واختار اللون الصيان واعمل كده، اروح للون الماجنتا ابتدي اختار كده اهو، وبعدين ابتدي اختار اللون الاخضر الفاتح اللي هو ده ابتدي اعمل كده، انا دلوقتي بقت في ايدي حاجة زي دي كده. طبعا انا ممكن العب بالالوان بتاعتي زي ما انا عايز، ان اللون ده ابتدي اغير لونه خالص يبقى لون زي لون الكحلي بالشكل ده كده، واللون ده
برضو اختاره يبقى لون مختلف وهكذا. لاحظوا معايا ان انا بخطوط بسيطة ابتديت بأداة الشيب بيلدر تول ابتدي اعمل لوجو صغير زي ده كده. وشكرا لحسن الاستماع.